أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. اليوم طبعا نستكمل إيه؟ يعني الحديث عن هذا الكتيب اللي صدر النادي السالمية بمناسبة اليوبيل الفضي، 25 سنة على تأسيس النادي. صحيح. نادي السالمية مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية تأسس في عام 1964، وفي عام 89 مر 25 سنة على تأسيسه. صحيح. وقيمة بطولة كرة قدم تكلمت عنها أنت أبو فهد في الحلقة الماضية. الحين راح نتكلم عن مشوار نادي السالمية من عام 64 إلى وقت إصدار هذا الكتيب. صحيح. عام 1964. طبعا هذه صورة طلب المؤسسين إشهار النادي نادرة. طبعا راح نتطرق لأسماء مؤسسين نادي السالمية. اي هذا طبعا كتاب تاريخ 3/5/1964 مرسل إلى سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا الأسماء الموجودة قلنا سالم صباح السالم رحمة الله عليه، سليمان خالد المطوع، حمد فهد الرقيب، عبد العزيز سعود الصقر، عبد الله السريع، عبد الله السريع، عبد الرحمن السريع، سالم، غانم الحريص، اعتقد خالد عبد الوهاب، حسين الرومي، محمد عبد الوهاب، حسين الرومي، عبد الوهاب، عبد العزيز الاحمد، جاسم محمد لقيان، بدر جاسر العياف، عبد العزيز محمد رشيد، هذا كان عضو مجلس اداره في الاتحاد الكويتي كره القدم رحمه الله عليه، وكان رئيس الوفد في دوره الخليج 76، وصالح فهد رقيب، وصالح فرحان سعيد، وجاسم محمد تمار، وعبد الهادي العجمي، يمكن العجمي والله مو واضح. اي والله فجزاك الله خير، تحسن مني ابو فهد. وين صدق الله غير اي صدق ما شاء الله اله الله. فهذه طبعا المؤسسين هني، طبعا عبد الهادي المضحي، هذه اي هذه طبعا اوضح، هذا قرار شهر نادي سالمية عبد الهادي المضحي، والاسماء مثل ما انت قلتها ابو فهد نفس ما هي، عبد الهادي المضحي معاهم طبعا اخر اسم. هذين طبعا مؤسسين نادي السالمية. اي نعم. طبعا كان اجتماع تاسيسي مساء يوم الخميس موافق 25/6/64. في هذا الاجتماع عهد الى كل من التالي اسمائهم: احمد محمد لهيب، بشر عبد الرحمن بشر، عبد الرحمن سريع، سعود لرشود، سعود الرميضي، يوسف محمد الخالد، ومحمد عبيد اول سكرتير للشؤون الاداريه والماليه. عهد الى هذه اللجنه السباعيه مهمه استقبال الاعضاء الراغبين في الانضمام الى عضويه النادي، ويتحدد يوم الاثنين الموافق 6/7/1964 طلبات العضويه انتساب للنادي. شايك اطلع فاصل ابو غازي ان شاء الله نتابع بقيه الحلقه. اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعناكم بعد الفاصل وتكملة بقية الحلقة، وإحنا كنا نتكلم في البارت الأول ولازلنا نتكلم عن اليوبيل الفضي لنادي السالمية والكتاب القيم جدا يعني اللي جابه أبو غازي للحلقة. هذه طبعا مفهد كذلك صورة جميلة للجميع حول الشيخ سالم الصباح مهنئين وشاكرين، وهني هذه طبعا الشيخ محمد سعود الصباح يقدم الرئاسة الفخرية للشيخ سالم الصباح. هذه صورة نادرة. صحيح. صورة الشيخ طبعا محمد سعود الصباح يقدم الرئاسة الفخرية. محمد اليوسف هذا اعتقد ها؟ محمد سعود الصباح. أشوف؟ اي نعم. نعم هذا الشيخ محمد اليوسف. اي. رئيس طبعا شقيق رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم احمد اليوسف، هذا الشيخ محمد يوسف كان وقتها رئيس نادي السالمية. نعم. وشقيق غير رحمة الله عليه الصباح الشيخ خالد اليوسف. مواسم العطاء 1964 أول موسم. إيه نعم. هذه طبعا نحمد الله أن ولادة نادينا المشرقة قد أضافت لبنة متينة وأصيلة إلى الصرح الرياضي العتيد، السفير عبد العزيز محمد رشيد رئيس مجلس إدارة الأسبق لنادي السالمية. هذه كلمة طبعا صحيح. عبد العزيز محمد رشيد.
أسماء سادة أعضاء أول مجلس تم اختياره لإدارة النادي بالانتخاب يوم الخميس الموافق 25/6/1964. عبد العزيز محمد الرشيد رئيس. عبد الله صريع أمين السر العام. خالد عبد الوهاب الرومي أمين الصندوق. جاسم محمد وقيان المدير الداخلي. وأعضاء جاسم عضوية جاسم محمد تمار عبد العزيز عبد الوهاب عفواً عبد العزيز أحمد وعبد العزيز سعود صقر. وبدر جاسم العياف، حمد فهد للغيب، وسالم غانم الحريص. رحمة الله على من توفى، والله يطول بعمر الأحياء. صحيح، هذا أول مجلس إدارة منتخب كان برئاسة العم عبد العزيز رشيد لنادي السالمية سنة 1964. طبعا هذه صورة جميلة، حسين يوسف أول حارس مرمى للنادي يؤدي تدريباته عام 1964، هذه للتوثيق. نعم، أول لاعب أدى تدريباته هو حارس المرمى حسين يوسف. أول حارس نادي السالمية. صحيح. حسين يوسف عام 1964. هذه الميزانية، أول ميزانية نادي السالمية، حساب الإيرادات المصروفات على المدة من 6/7/64 وحتى 31/12/1964. طبعا هذه ميزانية نعرضها لسادة المشاهدين، ولكن انا ودي اتكلم عن رئيس النادي كان عبد العزيز رشيد مثل ما قلنا، وموقع عليها سكرتير النادي عبد الله صريع، امين الصندوق خالد عبد الوهاب الرومي. هذه صورة جميلة ابو فهد، ثلاثة من لاعبين النادي 1964 على سطح المغر القديم. هذه ثلاثة من لاعبين النادي على السطح، اي على سنة عام 1964 على سطح المغار القديم اللي على البحر. نروح طبعا الى عام 1965 اللي هو طبعا يتم انتخاب اعضاء جدد لمجلس إدارة النادي عن طريق الجمعية العمومية. عقد اجتماع في 22/1/65. عبد العزيز رشيد رئيس، يوسف عبد الله شراح امين سر، يوسف عبد الحميد حجي عبد الرحيم امين صندوق، حمد فهد للغيب مدير داخلية، صالح فهد للغيب عضو، عبد الله صريع عضو، وعضوية كذلك عبد الله عبد الرحمن ماجد وجاسم عبد الله سالم، جاسم محمد وقيان يوسف محمد الخالد. هذا ثاني مجلس إدارة. ثاني مجلس إدارة بالانتخاب أيضا. هذا طبعا صورة جميلة، فريق كرة القدم بالنادي عام 1965، صورة نادرة. صحيح. وهذه كذلك جواد عسكر ضمن منتخب الكويت للجمباز الدورة العربية الرابعة. نجم الكويت في الجمباز. صنع تجوري أبو غازي. تجوري هذه الصورة، هدف لمحمد جاسم على القادسية، هذا طبعا يمكن بدأ 65. ظاهر محمد جاسم الصفي هذا كان رئيس أمين سر الاتحاد الكويتي كرة القدم 82. هذا الهدف، هدف لمحمد جاسم على القادسية. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.